نشكر جميع من لبى الدعوة، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن بمنتداكم منتدى الهلال المنبهي كما تعودنا دائما نلتقي بأصدقاء منتدى الهلال في هذا الصحن الثقافي المصري المتميز المعروف باسم ساقي الفصاوي، وبالفعل يعني مكان فعلا يحتوي على عقول وإدارة محترفة جدا بالتعامل مع كافة الثقافات الموجودة في مصرنا الحبيبة. طبعا الاهتمامات الثقافية بتاعة ساقية الصاوي بتخلينا بتدينا ان احنا نحط الرؤية بتاعتنا ان احنا يعني نستضيف المثقفين والعالمين ببواطن الامور في اللغة النوبية. طبعا لما نتكلم عن الثقافة النوبية لابد وان تتطرق اعمالنا الى التركيز على مكونات الثقافة مثل العادات والتقاليد واللغة النوبية التي يتميز بها أهل النوبة. نعم، اللغة النوبية هي اللغة الفريدة في مكنونها ومكوناتها، ومما يزيدنا فخرا نحن أبناء النوبة وأبناء الوطن الغالي مصر هو الروافد الثقافية المختلفة لهذا الوطن، والذي يعتبر الرافد النوبي منها رافدا مهما ورئيسيا على مر العصور، منذ طرد أحمس الهكسوس من مصر والاستعانة بجنود النوبة لبراعتهم كما يذكر لنا التاريخ، ومرورا بالأسرة 25 التي حكمت من أقصى الجنوب من وسط أفريقيا ووصولا إلى مشارق الشام وأرض كنعان. واليوم يتجلى براعة وذكاء الجهاز الجندي المصري النوبي ويقدم أعظم فكرة ألجمت العدو وجعلته في حالة فقدان للتوازن وشل تفكيره تماما طوال فترة العدوان والحرب على مصرنا الحبيبة. إنها اللغة النوبية التي انتصر على جميع أجهزة اتصالات العدو الإسرائيلي، بل يمكننا القول بأنها انتصرت على أعتى أجهزة المخابرات في العالم بواسطة فكرة للعظيم أحمد إدريس. فهو كان متطوع في سلاح الحدود وعاصر الحروب المصرية في اليمن وفي مع إسرائيل. وفي نفس السياق وعندما نتحدث عن اللغة النوبية لا يطيب لنا الحديث إلا مع أهل التخصص، ويحضرنا اليوم الدكتور محمد عمر طه المتخصص في اللغة النوبية ليحدثنا عن اللغة النوبية وعن كيفية الحفاظ عليها ودور كل فرد يحمل في قلبه هذه اللغة في المحافظة عليها أيضا كرافد مهم من روافد الثقافة المصرية لوطننا الغالي مصر. وفي هذا السياق أيضا طبعا معنا الأستاذ عبد الوهاب جابر الذي تم اختياره من قبل منظمة اليونسكو العالمية من ضمن أبرز علماء ومفكري النوبة المصرية القديمة، وتم أيضا تلقيه دعوات من جامعات عالمية مختلفة ليلقي فيها محاضرات مثل جامعة أديس أبابا وجامعة فريدريك بأمريكا وجامعة كولوم بألمانيا وجامعة إبردين بأسكتلندا. وأيضا تم ترشيحه من قبل اليونسكو ليحضر المؤتمر العالمي للغة النوبية. والآن يعني إن شاء الله هنبتدي ندوتنا مع الأستاذ عبد الوهاب جابر، فليتفضل.